كيفكم حبايبي؟ شو اخباركم؟ اليوم اكلتنا مقلوبه. طبعا اليوم رفيقتي اجت لعندي طلبت مني اعمل لها مقلوبه حسره مع سلطه جرجير. طبعا ما بتاكل لحمه فلهيك ما رح تشوفوا لحمه مع الطبخه اليوم. هلا مثل ما شايفين ناقع الرز ومصونته وقال الباذنجان والبندوره وهي البهاره، معلقه ملح، نص معلقه فلفل، متعبين ماجي. هلأ رح ننزله مع الرز ونحركهم. طبعا حتى هلأ عم نحركهم هلأ بقى بدنا نطبق المقلوبة. هلأ أول شي رح حط شرايح البندورة الله على الترتيب. هلأ رح نزل الباذنجان كمان رح نرتبه ونصفه. شو مقلوبة خطيرة اليوم. هلأ بدنا ننزل الرز. هلأ رز، بعدين رح نحط كمان طبقة باذنجان. هاي طبقة الباذنجان الثانية. هلأ آخر طبقة رز. وهلأ بننزل عليهم المي. هلأ برفعها على النار لتغلي وتستوي، بفرجيكم اياها. هي طبعا بعد ما قلبتها واستويت معنا. وهون طبعا قليت شوية فستق وحطيتهم على الفستقين، بما انه ما رضيت احط لحمة بهذا الوقت. انا بما انه خلصت طبقت سلطة الجرجير، عنا نص كاسة ليمون، بندورتين قطعتهم صغار طبعا، وبصلة شرايح. معلقة دبس رمان ومعلقة ملح. هلا رح احركهم وتشوفوني الفقرة الثانية، فقرة التقديم. هاي بعد ما خلصت المقلوبة وناحة سلطة الجرجير، بتمنى تعجبكم وتجربوها. بشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا التنبيهات. هلأ طبعا انتم شايفين رح ذوقها معكم، طبعا الطعم كتير طالع طيبة، بتمنى تجربوها. وهي دقة سلطة الجرجير كمان طالع كتير طيبة، بتمنى من قلبي تجربوها. لا تنسوا للمرة الثانية تدعموني وتحطوا لايك وتشتركوا بالقناة. بشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.